السلام عليكم، الرجاء من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سأتحدث اليوم عن موضوع هام جدا للشباب والشابات ولكل أفراد المجتمع. سأتحدث اليوم عن موضوع التغيير. تغيير كعنصر أساسي حياتي مجتمعي لكل البشر، الذي يساعد على الانتقال إلى كل ما هو جديد، إلى كل ما هو حديث، بما يناسب حاجة البشر وبما لا يتعدى لا على الدين ولا على المجتمع بأعرافه وتقاليده. الآن كثير من الصبايا والشباب والناس، مثل ما أنا بسمع خلال اختلاطي وخبراتي مع المجتمع، بقول لك إنه إحنا تربينا أو بدنا نربي أولادنا مثل ما أهالينا ربونا. بمعنى آخر، يعني أنا تربيت بأشياء بسيطة جدا، فالمفروض أولادي يتربوا بنفس الطريقة. أنا كنت أضرب بالمدرسة وأتبهدل وأتوبخ، وبالتالي التوبيخ والعقاب الجسدي مثلا أو الضرب هي وسائل جيدة للتربية، لأنه هو شايف حاله اليوم أنه هو كتير منيح. للأسف أنه السؤال بدي أسأله الآن، أنه لماذا التعليم ولماذا تغيير الثقافة واكتساب أساليب ثقافية جديدة إذا كنا لن نغير بالاستناد إلى نتائج الدراسات العلمية الحديثة؟ الآن التغيير مطلب أساسي للحياة وأساس تطور الكون بشكل عام. على فكرة، تغيير يعني أني أنتقل من وضع قائم إلى وضع جديد، أني أضيف ما هو جديد، أني أصنع الأشياء بطريقة مثلاً مختلفة. التغيير يؤدي أفكر حتى كمان بأفكار وبطرق مختلفة تختلف عن باقي البشر، حتى أقرب الناس إلي. ومن هون بنقول إنه فعلا إنها العلاقة بين التغيير والابتكار والإبداع وتقدم المجتمع هي علاقة كبيرة جدا جدا. لماذا الآن، السؤال بطرحه أنا، نغلق شخصياتنا وعقولنا عن التغيير؟ الواقع إنه كثير من الناس هم ذوي شخصيات جامدة، يعني هم ما بدهم يغيروا لمجرد انهم ما بدهم يغيروا، مش لانهم ما عارفين شو معنى الاضافة الجديدة للحياة وما هي فائدتها. وكثير منا بسكر عيونه عن التغيير لانه ما عنده معلومات، يعني هذا الاختراع او هذه الفكرة او هاي الاضافة الحياتية ما هي فائدتها لنا بالحياة، هو ما بيعرف. اذا بدي ارجع للتاريخ، حقيقة اللي غير مجرى التاريخ هي الديانات اكثر شيء. يعني فقريش مثلا خالفت سيدنا محمد وقالت عنه مجنون لأنه خرج عن أعراف وعادات وتقاليد القبيلة، ونفس الإشي قوم إبراهيم مثلا. وإذا بدي أخذ أغلب الأنبياء قوموهم أقوامهم وشعوبهم لأنهم كانوا فعلا قادة تغيير وجاءوا بكل ما هو جديد الذي يختلف عما كان مألوفا. هلأ بشكل عام صحيح النفس البشرية تميل إلى هو مألوف، ولكن لنفتح عقولنا وأنفسنا إلى التغيير، لنضع كل التغييرات، كل الإضافات الاجتماعية والتكنولوجية والحضارية بميزان الحكم والمنطق، وبعدين يعني بجمع المعلومات بدراسة نتائج الدراسات اللي بتتعلق بهذا الموضوع، بعدين إحنا نقرر إذا إحنا بدنا ناخذ بهذا التغيير أم لا. ولكن ألا نغلق عيوننا وأذاننا وعقولنا عن التغيير لمجرد التغيير، لأنه أصلا الكفر كان عناد، والتاريخ وتاريخ الرسل كما قلت قبل قليل يدل على ذلك. للأسف هي هيك. فبالتالي يجب أن نكون شخصيات منفتحة أولا، حتى كبار السن كمان يقدموا على التغيير بنفسية جيدة من خلال المعلومات، كبارا وصغارا، لنقرأ ونجمع معلومات، لأنه كل ما تغيرنا عبر الأجيال، يعني كل الأجيال تمشي باتجاه التغيير الإيجابي الفاعل المفيد، هذا الكلام بقلل الفجوة بين الأجيال وبخفف كتير من مشكلات سوء التكيف بينهم. على فكرة يعني بتحس انه الناس صارت تعيش بانسجام فكري وبانسجام حضاري بشكل عام. وبالتالي اذا التغيير هو اساس الابداع، هو اساس التقدم، لنفكر بعقول مفتوحة ولننتقل من الاوضاع القائمة الى اوضاع الجديدة، وبقبول وبتكيف وبدون أي انتقادات جارحة، ولنشجع حتى من يفكرون خارج الصندوق، يفكرون بطريقة مختلفة عن الآخرين، لأن هؤلاء هم الموهوبين، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم المبتكرين والنوابغ الذين سيقودون المجتمع إلى التغيير. رقم 2،
يعني نقطة كمان جدا مهمة نفهم انه اللي بيسعى باستمرار تغيير الوضع القائم لوضع جديد هو قائد. يعني هي من سمات القيادة ومكونات السلوك القيادي الأساسية التغيير وقبول التغيير والسعي نحو التغيير. مش كل الناس قادرة انها تطبق الجديد، انها تكون مبادرة فعلا، انها تكون هي رقم واحد او اثنين من اول الناس اللي في المجتمع اللي اخذوا التغيير وبدأوا بالعمل فيه، لانه مش كلنا احنا قيادات. فاذا انا بدي اربي ابني اولادي صغارا وكبارا ليكونوا عن جد قيادات في المجال العلمي، في المجال السياسي، في المجال الديني، يجب ان اشجعهم على التفكير خارج الصندوق وبطريقه مختلفه، واقبل التغييرات اللي هم بيطرحوها بعد ما احطها في ميزان العقل. وبنفس الوقت خلينا مع مقوله انه لن اعيش في جلباب ابي، مش تمرد على عادات الاجداد، وانما هي محاوله تغيير وقياده نحو الافضل وبقرارات حكيمه مبنيه على معلومات. يعطيكم العافيه.